إذن هي علاقات تاريخية ذات أواصر راسخة ورؤى مشتركة، فالعلاقات بين القاهرة ورياض تتميز بالحرص على التنسيق والتشاور الدائم والمتواصل في كل القضايا محل الاهتمام المشترك. المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من الخصائص الاقتصادية والدينية والجغرافية تكسبها مكانة خاصة وتجعل منها واحدة من أكبر الدول بالمنطقة وأكثرها تأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي. بين حدودها تضم السعودية أقدس البقاع الإسلامية، تقترب مساحتها من 2,150,000 كيلومتر، وهي بذلك أكبر بلد في شبه الجزيرة العربية. ولاتساع المساحة الجغرافية تتنوع التضاريس بشكل كبير، فتضم المملكة السهول والجبال والأودية والهضاب والصحاري. أما عن عدد سكانها فيقارب 40 مليون نسمة يتوزعون ما بين المناطق الحضرية والريفية. وعلى المستوى الاقتصادي وبسبب احتواء أراضيها على كم هائل من الاحتياطات العالمية من النفط والغاز، فإن المملكة تكتسب أهمية خاصة، كما سرع ذلك من عجلة تطورها. أنشأت الحكومة السعودية الكثير من المشروعات حسنت اقتصاد المملكة، وخصص ربع الريع الذي يرد إلى الدولة سنويا لصالح المشروعات العامة، وأصلحت القوانين الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وخلال السنوات الأخيرة شهدت السعودية طفرة تنموية وتشريعية واجتماعية تهدف إلى تنمية الإنسان وصون حقوقه وتعزيز النظرة المستقبلية للبلاد. كما اهتمت المملكة بجيل الشباب باعتباره ثروة الوطن وعماده، ودعمت التعليم والابتعاث، ورفعت من جودة الحياة، وفعلت الأنشطة الثقافية والتراثية والتاريخية والفن والترفيه، كما عززت دور المرأة في المجتمع. وفيما يرتبط بالعلاقات المصرية السعودية فإنها تتسم بالقوة والاستمرارية. سبب ذلك المكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يجعلهما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي. كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية أدى إلى التقارب إزاء العديد من القضايا الدولية والعربية والإسلامية. وخلال الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والحدودية بهدف الارتقاء بمستوى هذه العلاقات. وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الثنائية وهجاً وتناماً غير مسبوق على المستويات كافة، استمدته من الطابع الودي والأخوي الذي يجمع شعبي البلدين الشقيقين، فضلاً عن الروابط القوية التي تجمع بين قادة البلدين والتنسيق المستمر حيال الملفات والقضايا التي تهم البلدين على كافة المستويات، مما عزز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.